وعشان نبقى بنتكلم بكل حيادية، خلونا نقول ان في ناس كتير على السوشيال ميديا شايفين ان في بعض الفنانين بيكونوا هم السبب في الإشاعة سواء بقصد او بغير قصد. يعني مثلا لما فنان يطلع يكتب على صفحته وكلام مش واضح قوي، ممكن يتفهم منه ان هو عنده مشكلة في حياته الشخصية، ده بيكون سبب في الإشاعة وفي ان كمان ان الناس تتكلم. صحيح في ناس بقى بتاخد الكلام ده وتقعد تعمل عليه قصص وافلام، بس البداية كانت من عند الفنان نفسه. طيب علشان نعرف اكتر عن القصة دي هيكون معانا على زوم الكاتب الصحفي علاء عادل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. في البداية عايز أسأل حضرتك، مين السبب في الإشاعات اللي بتطلع على الفنانين؟ في ناس بتقول إن في بعض الفنانين بيكونوا هم السبب أحياناً في انتشار الإشاعة، وهل حضرتك شايف إن الكلام ده صح ولا غلط؟ هو كلام حقيقي طبعاً صح جزء كبير جداً، إن أحيان كتير الفنانين هم اللي بيطلعوا على نفسهم الإشاعات بحيث هو الناس تبدأ تتكلمهم تاني أو تتكلم عنهم تاني. منها ناس بتستغل دوت عشان خاطر يكونوا داخلين على عمل جديد، فده بيعمل دعايه ليهم او بدايه دعايه ليهم عشان العمل بتاعهم الجديد كانوا خايفين منه او مشروع كبير يبقوا عايزين يجسوا نبض الجمهور عليهم ويبقى كلام عن الفنان ده، او ان هو حد يكون بعيد عن الاضواء ومحتاج يرجع تاني. في ناس كتيره بتستغل الموضوع دوت او مواقع او برامج كتير عشان خاطر الناس تتكلم عنه. وزي ما انت حضرتك قلتي مثلا مؤخرا الموضوع اشاعه الفنان الكبير عادل امام، دي خرجت من برنامج كبير من اعلامي كبير هو اللي فجر الموضوع ده. يعني لو لاحظنا ان احنا مثلا هتلاقي البرنامج ده مثلا ناس كتير ما كانتش تسمع عنه فتره طويله او ما عندوش حاجه ماده الناس تتكلم عنها، فلما اتكلم عن موضوع عادل امام ده الناس كلها بدات تتكلم وتكذب الموضوع. يعني هما حضرتك بتحاول تقول ان ممكن يكون في برامج بتحاول ان هي تكون ترند او ان ترجع الناس تتكلم عنها تاني، فبيخلقوا اشاعه ويقعدوا يتكلموا فيها عشان يعني يظهروا مرة تانية. بالظبط. وأكبر دليل على كده إن شقيق الزعيم لما طلع ساعتها ويكذب نفس الموضوع ده في نفس اليوم، برضه نفس الإعلامي طلع تاني يوم واتكلم وأكد عن الموضوع وكان الموضوع ما انتهاش. فهو يعني الناس بتستغل ده عشان خاطر يقعدوا يتكلموا عن البرنامج بتاعه أكتر أو إنه يتشاف أو يعمل نسبة مشاهدة أعلى من الوقت ده. طيب خلينا برضو متفقين ان زي ما في بعض الفنانين يمكن يكونوا هما بيخلوا السوشيال ميديا تتكلم عنهم وبيصبحوا ماده ان الواحد يتدخل في حياتهم الشخصيه من خلال الصحافه او من خلال السوشيال ميديا عامه، لكن برضو في ناس ثانيه بتبقى يعني قافله على حياتها اكتر، حياتها الخاصه، وما بيكونوش عايزين ان الناس تقعد تتكلم عنهم والكلام ده كله. خلينا نقول ان برضو في ناس هي اللي بتطلع الاشاعات بعيدا عن الاعلام وبعيدا عن الصحافه، في بني ادمين على السوشيال ميديا بيخلق اشاعه ولا لا؟ انا هقول لك حاجه للاسف هي بقت موجوده دلوقتي، ان شركات الانتاج مثلا بقت بتختار فلان على عدد المتابعين عنده على السوشيال ميديا قد ايه او عدد المتفاعلين عنده على السوشيال ميديا قد ايه، او يروحوا يجيبوا ناس من ان هم على السوشيال ميديا عشان خاطر يمثلوا عشان خاطر اعمالهم يبقى معمول لها دعايه. ده جزء يعني الشركات الانتاج غلط فيه، بناء عليه بقى الفنانين او الشباب او اغلبيه الناس اللي مش معروفه بقوا بيعملوا ايه؟ يطلعوا على نفسهم حاجات او يتكلموا او بيعملوا اي حاجه على السوشيال ميديا عشان خاطر يتشافوا. يعني حضرتك عايز تقولي ان دلوقتي شركات الانتاج بقت تدخل تشوف الفنان عنده كام فولور بدل طبعاً ما تشوف هل هو موهوب فعلا في اداء الدور ولا لا؟ لو هو هيجيبه في فيلم مثلا؟ شركات الانتاج دلوقتي لما بيبقى حد طبعا، وفي حد حصل كتير جدا والفتره اللي فاتت في عدد كتير جدا من وجوه الشباب تصدرت الشاشه تمام، سواء السينما او التلفزيون، بسبب عدد المتابعين بتوعها، مش عشان خاطر موهبتهم، في ناس قد موهبتهم 100 مره ومع ذلك محدش بيشوفه. يعني مش هنقول ان ده اللي بيحصل عامه، لان اكيد في ناس ثانيه بتختار الفنان على حسب موهبته، مش كل الناس بتختار على حسب عدد الفولور. بعض الشركات بس ده اللي مؤخرا بقى منتشر بشكل اكبر يعني. طيب هل ممكن في ناس بتقول ان بعض الفنانين بيكونوا السبب احيانا في ان هو يطلع على نفسه ترند علشان هو ما بقاش متشاف، ايه رايك؟ ممكن مش عشان هو ده حقيقي فعلا، بس مش عشان خاطر هو مش متشاف، بس في ناس بتحب انها تفضل في الاضواء طول الوقت، الناس بتحب الناس تتكلم عليها طول الوقت. الفنانين كبار جدا هم طول الوقت تحس ان هم بيخترعوا ترند عشان خاطر الناس يقعدوا يتكلموا عنه، بيفتكسوا بيقعدوا يعملوا حاجات ومواقف انت بتبص لها انها غريبه، بس هو عارف هو بيعمل ايه، هو عايز الناس طول الوقت تقعد تتكلم عنه، طول ما الناس بتتكلم عنه شركات الانتاج بتطلبه والاعلانات بتطلبه
وبيفضل دايما في الاضواء، فده بالنسبه له مكسب. ويعني بس برضو في ناس تانية بتطلع تتكلم عن حياتها لان هم بيحسوا ان هم بني ادمين وبيتكلموا عادي، يعني مثلا ممكن تلاقي واحده انت مثلا او واحد انت تعرفهم كويس مثلا زمايلك في الشغل او اي حاجه، وممكن يكونوا مش مشهورين وحاطين على السوشيال ميديا ان هم متضايق من فلان او متضايق من علانه، فالفنان ممكن يكون بيعمل نفس الحاجه، هل تعتقد ان ده صح ولا غلط؟ وللاسف يعني السوشيال ميديا بقت مفتوحه على البيوت وعلى المشاعر وعلى العلاقات الانسانيه والاجتماعيه بشكل كبير جدا، سواء فنانين او اشخاص عاديين. وللاسف الاكبر كمان ان الفنان هو قدوه للفنان للاشخاص العاديين، فالناس لما بيلاقوا فنان بيتكلم او ان هو بيكتب حاجه بتاع بيبقى عايز يقلده، فبيبداوا ان هم يعملوا زي الفنانين دي، بيقعدوا يتصوروا كتير جدا هم واسرتهم او هم في سفريات او هم في الساحل او في ناس كتيره جدا بتبقى عايزه تعمل ده زيهم، فبتبدا انها تقلدهم، فبدا الموضوع ينتشر بالشكل اللي احنا شفناه. كل واحد بيفهم السوشيال ميديا على دماغه هو مش على الحاله اللي انت كاتبها. بشكر الكاتب الصحفي علاء عادل، ميرسي جدا على المداخله.